للأسف الشديد مستشفى الصاويرة لا يزال يشهد مزيد من الفصول ديال واحد المسلسل ماراثوني هيتشكوكي ديال الرعب وديال الخوف وديال الهلع اللي كيحبس الأنفاس. للأسف الشديد بالمقابل كنلقاو الخطابات الإطفائية، الخطابات اللي كتمتص الغضب، سوف وسوف وسوف سوف نفتح تحقيق، سوف نحدد المسؤوليات، ولكن لحد الآن مدينة الصاويرة ما عمرنا شفنا شي إعفاء ديال شي مسؤول أو لا شي محاسبة. دائما كنقولها إطلاق ربط إطلاق المسؤولية وربط المحاسبة، هذا الشيء اللي كاين، ما كاينش ربط المسؤولية بالمحاسبة للأسف الشديد. وهذا الوضع ما عرفناش إمتى غادي لاش غادي يدي بينا في هذه المدينة هذه على جميع المستويات ومن بينهم القطاع الصحي. احنا فعاليات مجتمع مدني ومواطنين سوريين وسوريات، احتجينا اليوم أمام المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة لإبداء الكلمة الأخيرة بعد وفاة المسمى قيد حياته يوسف شقر بطريقة مريعة بطريقة لا إنسانية على الأرض داخل المستشفى. اليوم جينا باش نقولوا كفى، كفى من التقصير، كفى من الاستهتار، كفى من الإهمال اللي يعاني منه المواطن السويري داخل أروقة وأجنحة المستشفى، وتنتمنوا أن صوتنا يوصل للمسؤولين لفتح تحقيق جدي ومستعجل في ظروف وفاة يوسف شقر وظروف وفاة مواطنين آخرين ومواطنات أخرى توفوا داخل المستشفى في ظروف غامضة، وتم طي الملف ديالهم وتوضع فوق الرفوف تحفه الغبار. بالنسبة في الأول كان الاتهام لشخص واحد، الإطار واحد داخل المستشفى، أنه هو اللي رفض وامتنع أنه يقوم بالكشف على المتوفى رحمه الله، ولكن من بعد مني ولات القضية قضية رأي عام وظهروا مجموعة من المستجدات اللي من خلالها تم تسريب مجموعة من الصور ديال المتوفى وهو ميت فوق الأرض وحده بالقرب يعني من المرافق الصحية بواحد الطريقة مهينة للإنسانية والكرامة المواطن قبل ما نقولوا كرامة الميت. فحاليا سمعنا بأنه تم فتح تحقيق من بداية دخول يوسف شقر من باب المستعجلات إلى حين وفاته لتكون المسؤولية متكاملة بين جميع العناصر الإدارية والطبية والتمريضية داخل المستشفى، وتنتمنى كيف ما تنقولوا بأن الأمر يؤخذ على عين الاعتبار وهذه المأساة ما تتكررش، لأنه عينا صراحة فالعلاج هو حق يعني حق للمواطن، وتنتمناو يعني ان تكون قضيه يوسف الشقر هي القطره التي افاضت الكاس والقش التي قدمت ظهر البعير وخلات المواطنين يحتجوا اليوم ويصرخوا باعلى صوت بغينا الصحه فين كاين مسؤول. اليوم جينا باش نحضروا لوقفه الكرامه اللي هي وقفه جميع المواطنين السوريين، الوقفه اللي نادينا لها بمواطنه ولا نزيد بها على وطنيه احد. المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله يعتبر مقبرة بالإقليم لجميع المواطنين. وفاة يوسف الشقر كانت القشة التي كسرت ظهر البعير، لأن يوسف هو آخر ضحية، وقبل منه كانوا مجموعة ضحايا منهم نساء ومنهم كذلك رجال على امتداد زمني وسنوات طويلة. اليوم احنا كناديو بحقنا في الصحة، كناديو بحق المواطن السويري بأنه يحظى بالرعاية، يحظى بالاهتمام ويعامل بإنسانية داخل المستشفى. الصحة هي واحد المطلب اللي هو أساسي ما يمكنش نتنازلوا عليه. اليوم كان طالبوا بأنه يخرج للرأي العام المصير ديال المرحوم يوسف الشقر، وباش نعرفوا الحيتيات وفين وصل، فين وصل الملف. احنا كمواطنين وبينا الضرب بيد من حديد على كل شخص شارك في الإهمال وشارك في الوفاة ديال هذا السيد هذا، باش ما يكونوش حنا غدا ولا بعد غدا ولا ولادنا ولا اي مواطن سويري في المحل ديالو. كنتمناو من الجهات المسؤولة تسمع النداء ديالنا وتحسن الوضعية، لأن يوسف الشقر كان نهاية مرحلة ما بغيناهاش مازال تجدد في إقليم الصويرة. والتفاعل اللي لقاه الموضوع ديال يوسف الشقر أثار غضب مجموعة من المواطنين الصويريين على مستوى الإقليم كامل، وجعلهم ينددون بتصرفات لا مهنية ولا إنسانية بالمستشفى. وهنا لا ننكر بالمجهودات اللي كتبذل من طرف بعض الأطر الصحية واللي كنشكروها وكنوهوا بها ولا طالما نوهنا بها، ولكن للأسف كاين تصرفات غير مسؤولة. كنتمناو هاد توقف في الزمن والمكان، وأننا ما غنقبلوش يعني مستقبلا أي تجاوز أو لا أي إهانة لكرامة المواطن السويري خاصة في حق من حقوقه الدستورية.
احنا اليوم توصلنا بانه سيتم يعني نشر تقرير لمندوبيات الصحه بصويره حول وفاه يوسف الشكر والحيتيات ديالو في نوصلوا المستجدات ديال المساطير اللي تخضعات. حنا تنثقوا في القضاء ديالنا وكنثقوا في ان كاين مسؤولين اكفاء بالقطاع اللي غيقوموا بمجهود بانهم يوضحوا الحقيقه ويتخذوا جميع الاجراءات اللازمه. في حاله اننا ما وصلناش النتيجة مع المسؤولين في الاقليم، نحن سنصعد الى وزاره الصحه بالرباط، وحتى ان نصل الى ديوان المظالم ونناشد جلاله الملك نصره الله الذي اعطى للمغاربه جميع الحقوق ديالهم، وقال لنا اننا ندافع على حقنا. ومن هذا المنبر سنقول بان المواطن الصويري ما غبقاش غيسكت على حق من حقوق ديالو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.